السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن 12 تريكايه مهمه جدا هتعلمك حاجات كتير في برنامج الاكسل. تنويه صغير كده، دايما فيديوهاتي سواء على اليوتيوب او على التيك توك او الفيسبوك او الانستجرام هتلاقيها شورت فيديو، فيديو دايما قصير، يعني بركز لك بعمل لك فوكس على المعلومه اللي انا عايز اديها لك، بس بشيل كل اي حاجة دش تاني ملهاش علاقة، كلام زيادة بشيلها من الفيديو. فتابعنا في المكان اللي تحبه وهتلاقي الفيديوهات اللي هتتعلم منها حاجات كتير. اول تريكاية موجودة معايا لو انا عايز اعمل شغل على اول شيت ده اللي هو شيت 1 ده او اسمه 2022 ويتطبق على كل الشيتات اللي موجودة عندي. يعني انا مثلا عامل اربع شيتات باربع سنين 2022 23 24 25 وعايز اضيف فيهم كلهم شهور السنه، بدل ما همسك شيت شيت واضيف فيه الشهور، لا انا هقف على اول شيت خالص واقول له كليك يمين واقول له سيلكت اول شيت وابدا هنا اكتب بقى ايه اول شهر، وبعدين اضغط واسحب كده لتحت عشان انزل كل الشهور معايا اهي. ونروح نبص بقى على الشيتات الثانيه. بص شيت 2 نزل فيه شهور السنه، وشيت 3 برده اللي هو 2023 و24 و25 كلهم نزل فيهم شهور السنه. التركية الثانيه، لو انا عايز احدد الارقام اللي اقل من 25 اللي موجوده في العمود ده مثلا، اروح احدد العمود كله لو مليان ارقام، او احدد الجزء اللي انا هشتغل عليه سواء كانت مجموعه خلايا مجموعه صفوف مجموعه اعمده براحتك، حددهم وبعدين نروح من قائمه هوم اختار conditional formatting وبعدين highlight cell وبعدين نروح على less than اضغط عليها كده وقول له الرقم اللي انت عايز تحدده، هنقول مثلا 25، ونروح من هنا كده ونقول له كاستوم فورمات واختار اللون اللي انا عايز الخليه تتلون بيه، الخليه هتلون الارقام اللي انا حددتها، واقول له اوكي وبعدين هنا اوكي كمان. بص بقى عمل لي ايه، لون لي اللون الاحمر اللي انا اخترته على كل الحاجات اللي اقل من 25، واخد بالك؟ طيب التركيه الثالثه، لو انا عايز اعمل التدرج اللوني اللي انتم شايفينه ده على حسب الرقم اللي موجود جوه الخلايا دي، تمام؟ هروح احدد الاعمده دي كده مثلا عمود عمودين مجموعة صفوف براحتك، تمام؟ وبعدين نروح تاني على conditional formatting وبعدين نروح على ال data bars واختار بقى اللون اللي انت عايزه حضرتك، عايز اللون ده عايز اللون ده عايز اللون ده براحتك، عشان اتسألت على الموضوع ده كتير. التركاية الرابعة، ازاي تخلي الاكسل ده دارك لون غامق اسود مش الابيض اللي احنا شايفينه ده. اروح على قائمة فايل او ملف واكونت او حساب واروح على اوفيس سيم اللي موجود هنا ده واقول له بلاك. بص بقى ايه اللي حصل، الاكسل بتاعي بقى بلاك. التركايه رقم خمسة، لو انا عايز احط صوره خلفيه للشيت الاكسل اللي موجود قدامي ده احط الخلفيه ازاي؟ روح على بيج لاي اوت وبعدين روح على باك جراوند، وبعدين عشان النت مش متوصل بالجهاز فبيقول لي ان هنا مفيش نت دلوقتي وان انت محتاج نت، لا انت روح اضغط على ورك اوف لاين ديت هيفتح لك الجهاز بتاعك، اختار الصورة اللي انت حافظها بالشكل ده. هختار مثلا انا الصورة دي كده اهو واقول له انسيرت. بص بقى الصورة نزلت عندي اهي بالشكل ده، تمام؟ وممكن احرك لك كده اهو هتلاقي باقي الصورة موجودة، تمام؟ فلو حابب تحط خلفية حطها بالشكل ده كده. التركية رقم ستة، لو انا عايز اعمل حاجة اسمها سبارك لاين او تعمل لها كده رسم بياني بالعربي، هنروح تحت العمود ده مثلا كده ونقف في الخلايا دي وبعدين نروح على قائمه انسيرت وبعدين نروح ندور على حاجه اسمها سبارك لاين، اضغط عليها واختار شكل السبارك لاين اللي انا عايزه. لو عايزه اعمده مثلا اختار ده كده وهيبدا يقول لك انت عايز داتا رينج، عايز منين لفين. اروح مثلا اقول له انا عايز العمود ده لحد هنا كده، تمام؟ وبعدين اقول له اوكي. بص بقى حط لي رسم بياني اعمده، رسم بياني عمودي بالشكل ده. طبعا لو مش عاجبك عمودي ممكن تختار مثلا لو عايزه لاين هيبقى بالشكل ده كده، وباين ان الارقام عندي بدأت صغيره وبتزيد اهي. تركايه رقم سبعه، لو انا عايز اوزع البيانات اللي موجوده جوه العمود اللي في شيت الاكسل ده اللي هو مثلا هو عندي بيانات هنا الاسم وبعدين العنوان وبعدين الوظيفه وبعدين الكود وكل حاجه بينها كوما او فاصله، تمام؟ اوزعها ازاي؟ باختصار بسيط اروح اقف على العمود اللي فيه البيانات كلها ديت كده وبعدين اروح على تبويب داتا وبعدين هلاقي عندي حاجة اسمها text to column موجودة هنا اهي، اضغط عليها وبعدين قول له next وبعدين قول له حدد الكومة زي ما هي متحددة بالشكل ده كده اهو وبعدين next وبعدين finish
قول له اوكي، هتلاقيها بص عمل ايه، وزع لي البيانات اهو، حط لي الاسم لوحده، وبعد كده حط لي العنوان، وبعدين حط كده ايه، وزع البيانات زي ما انت شايف كده بالشكل ده. التركية رقم 8، لو عايز اعمل جمع باختصار بسيط، اجمع ازاي؟ لو انا مثلا مجموعة الارقام اللي موجودة عندي دي كلها عبارة عن مرتبات، اعملها ازاي؟ اهو نجيب كده ده ونخليها بالجنيه المصري بالشكل ده، تمام. وبعدين اقف على الخلية اللي انا هجمع فيها وابدأ اقول له الت ويساوي، بعد كده اضغط انتر، هتلاقيه جمع لك كل الارقام اللي فيها فلوس فوق دي. التركية رقم 9، ازاي احذف او اضيف صف او عمود. يعني اروح اقف هنا كده وبعدين اضغط على كنترول وزائد، ضاف لك صف جديد فوق الصف اللي انت كنت واقف عليه. طب لو عايز امسح الصف اللي انا واقف عليه دوت، اضغط على كنترول وعلامة الطرح، هتلاقيه مسحها لك بالشكل ده. طيب حاجة كمان، لو انا عايز احدد عمود كامل، يعني انا واقف على كلمة لابتوب او لوحة مفاتيح اللي موجودة هنا دي، وعايز احدد العمود كله اللي موجود هنا ده، اضغط على كنترول وسبيس، هيروح محدد لك العمود كله. طيب على العكس بقى، لو انا واقف في اي مكان هنا وعايز احدد الصف، اضغط على شيفت وسبيس، هيحدد لك الصف كله بالشكل ده، وتبدأ تعمل التغيير اللي انت عايزه. التركية اللي بعد كده اللي هي تقريبا رقم 11، ازاي اكتب على عدة سطور في خلية واحدة. يعني على سبيل المثال الخلية اللي انا هقف عليها دي، تمام، هنوسعها شوية بس كده، ونبدأ نكتب مثلا بسم الله. عايز انزل بقى اكتب على السطر اللي تحته، لو ضغطت انتر هينزلني على الخلية اللي تحتها، وانا مش عايز كده، انا عايز انزل على السطر اللي تحت في نفس الخلية، اضغط على الت وانتر مع بعض، وبعدين ابدأ اكتب اي حاجة تاني. اهو اكتب اسمي مثلا، لو انا جيت وسعت الخلية دي كده شوية، بص هتلاقي كتبها لك ازاي، كتبها لي تحت بعض، ده سطر وده سطر في نفس الخلية. طيب لو انا عندي تعليق عايز اضيفه، التركية رقم 12، لو انا عايز اضيف تعليق على الخلية دي كده، هقف في الخلية واضغط على شيفت وزرار F2، هيروح فاتح لي حاجة كده تبدأ تكتب فيها تعليق. هكتب مثلا ان الرقم ده عالي جدا، تمام. بقى عندك انت هنا بص، حط لك لو تاخد بالك، حط لك في الزاوية هنا علامة حمراء كده، نقطة حمراء كده، تمام. ورحت وقفت انت في اي وقت عديت عليها بس كده بالماوس، ما ضغطتش ولا اي حاجة، هتلاقيها نزلت عندك بالشكل ده اهي. بس يا سيدي،